مثلا طلبه ديال البدا كوميرسيال بور لي دوزيام اني ملي كنمشيو كنطالبوا بدي ستاج دو 15 جوغ لي زونتربريز. الهضره الوحيده اللي تيتقال لينا هي ان حنا ما عندنا باش نفيدوكم وانتم ما عندكم باش تفيدونا. كم توجور باش كنبغيو بعدا اون فوا تناخذوا البكالوريا ديالنا كتكون عندك ديك الساعه شوا ملتيبل كدير اللي بغيتي. حنا اختارينا بي تي اس، درنا بي تي اس عارفين باللي حنا متبوعين باكزامان دو باساج بالنسبه للبروميير اني واكزامان ناسيونال بالنسبه للدوزيام اني، عارفين باللي لو بروغرام شارجي وعارفين باللي تنقراو من 8 ل 12 جوج 6، وحنا هادشي اختاريناه ساشون كو بي تي اس لواحد الفورماسيون اللي كتكومبونسي واحد لا فورماسيون اللي كتكومبونسي واحد لي زيتود اللي كدير على 4 اون ولا 5 اون وكتخرجك كوم ان لوريا دو بي تي اس ساشون كو بي تي اس هي لا ريب دو ترافاي بالنسبه لو مارشي دو ترافاي اللي اغلبيه لا ماجوريتي ديال لي زونتربريز اللي معمرينو هما دي زونتربريز دو بيتيت اي موين سو سون دي بيتيت اي موين انتربريز. يعني البي تي اس هو لا ريبونس ديال هاد الطلب ديال دوك لي زونتربريز حيتاش ما تيخرجش دي كادر كيخرج دي لوريا تيتولير دان ديبلوم ايكيفالون دان دو ميم لا ليسونس ما كتكونش عندنا. حنا عارفين بلي راه حنا عندنا ان ديبلوم ايكيفالون دان دو، مي المشكل اللي عندنا هو اننا ما كنلقاوش بوسيبيليتي ولا كنتسوز استيما ولا كنلقاو الفرص ديالنا باش كنبغيو الفرص ديالنا باش كنبغيو نلتحقوا بلا ليسونس بروفيسيونيل ما كنقدروش نلتحقوا بها. كيهزو باغ بيستون وكيهزو واحد النسبه اللي قليله ماشي ما تيهزوش ما كيهزوش دي بو على لا نوت اللي كتجيبو اللي كتنجبو بيان سور كيدار الانتقاء على حسب المونسيون اللي غادي تجي. Mais même les titulaires des mentions bien et très bien, parfois ma petite Jésus. Sachant que quand je fais bien une colchi et quand je fais bien pas mal de pistons qui te rendent vachement fluides. Quand je fais bien les autres écoles, on a une possibilité à nous mettre en licence professionnelle qui charme nous n'ayez les BTS. Quand je fais واحد من la fac à nous bâcher deux licences professionnelles, c'est le plus important pour lui. Quand je fais les EST, les FST, que j'ai une licence professionnelle, mais BTS ça aide à nous mettre en licence. واش الاكاديميه اللي مسؤوله على هادشي ولا الوزاره؟ حنا كبي تي اس حنا تابعين لوزاره التعليم ولكن تابعين لوزاره التعليم التربيه والتعليم، ولكن حنا اليوم عندنا اون هيراغشي كتلقى المدير ديال المؤسسه موراه المدير الاقليمي موراه المدير الاكاديمي. يعني اكثر حاجه في الهيراغشي هي الاكاديمي، هي اللي التحقنا لها اليوم باش المطالب ديالنا يتسمعوا، حيت ما نقدروش نبقاو ندبيو وكندبيو وكندبيو كنضيعوا لي سيونس ديالنا كنضيعوا لي ديالنا كنضيعوا المجهود ديالنا. رانا سون دي جون، راه حنا اللي غنهزوا لي ماروك او فيوتور في لو بروشان، راه حنا اللي غنهزوا المغرب. دونك ما بغيناش نضيعوا الجهد ديالنا في اضرابات. حنا واحد الناس راه سي دلا كريم كنبقاو ديما سوزيستيما قدام لي زوتر ايكول. حنا بغينا غير تكون عندنا اون ايكيفالونس، يعطيونا لي بورس ديالنا كاملين، بغينا الاحياء الجامعيه، اي بغينا لي زانترنا يتشغلوا في لي بي تي اس، بغينا بوسيبيليتي اننا نبقاو في لي سونتر ديالنا بالنسبه للغدا. باسكو كاين الناس اللي تيجيو من برا كازا، ندويو على لوكا ديال بي تي اس كازا، كاين الناس اللي كيجيو من برا كازا، ميم الناس اللي في كازا كيجيو من مناطق بعاد. باغ اكزومبل كاينه بي تي اس الخمسه اللي هاد العام واقفين في بي تي اس في ليسي مولاي عبد الله، ساشون كو بي تي اس الخمسه فيها لي ترافو فوالا. كنشوفوا راسنا قدام واحد المشكل هو اننا جينا في واحد لوندغوا اللي هو خطير. كنشوفوا اننا كنتعرضوا للاضطهاد من طرف الاطر ديال مؤسسه مولاي عبد الله، باش اننا كبي تي اس سوا لي بي ام او سوا لي ام سي سوا لي جيستيون ادمينستراتيف. بي ام او هي لا جيستيون دي بيتيت اي موين انتربريز، ام سي هي ماناجمنت كوميرسيال، و جيستيون ادمينستراتيف هي جي ا. حنا تخوا فيليير كنتواجدوا ببي تي اس الخمسه، تحولنا من بي تي اس من ليسي الخمسه ليسي مولاي عبد الله، تحطينا في واحد الاوندغوا اللي هو خطير. اون فوا ملي مشينا تما ولينا تنحسوا براسنا كنتسيبلاو، حيت الناس اون فوا عرفوا بلي راه جايين واحد الناس من ميغ سلطان، كنا عندنا شنو واحد ليده على ميغ سلطان وسونتر فيل، شكون اللي كيسكن فيه وشكون اللي عايش فيه. اون فوا الناس ما نكروش ان الاجرام وان هادشي اللي ما كيشرفناش كمغاربه كاين في المغرب، مي حنا بغينا ظروف اللي توفر لنا اننا نقراو ونبقاو بصحه جيده
ونبقاو في الامن والامان. ملي تنخرجوا باش نمشيو نتغداو ما بين 12 وجوج كاينين ديفيلي تكريسا فوالا ايفيكتيفمون. ملي تنخرجوا باش نمشيو نتغداو بامال دو فوا البنات كيتكريساو قدام باب المدرسه في الباب. بنت معانا زوج بنات مشاو ليهم زوج بنات من المدرسه مشاو ليهم سناس من قدام باب المدرسه. كاينين بنات اللي تاغريساو من ماكدو ماكدوره بينو ما بين المدرسه بحال من هنا لقدام الشارع بيناتنا شانتي. مي بون حنا شنو تنقولوا بغينا تكون عندنا اون بوسيبيليتي اننا نبقاو في المدرسه يديروا لنا اون بوفات. ما داروهاش حتى شي بي تي اس لحد الان في العلم ديالنا ما عندهم بوفات. حنا رانا سوم دي ستوديون في سوبيريور كتاكلوا في الاقسام تناكلوا في الاقسام وتنقراو فيهم. لا وهذوك الماكله اللي كتاكلوا في الاقسام واش كيدوروا عليكم كيقول لكم ما تاكلوش؟ اه كيشريو علينا. طرات واحد المره نهار كانت جات مغدي كان جا المدير رفقة مرفق بالحراس ديال الباب ديال المؤسسة جاو كيخرجوا لي ستوديون مدير مؤسسة أمير مولاي عبد الله جاو تيخرجوا في لي ستوديون لي ستوديون من القسم جاو تيخرجوهم جبرا. وملي التحق بين المدير حاول بدا كيدوي مع دي غروب شاك غروب دو شاك فيليير. حنا كا ام سي جمعنا كاملين في قسم واحد جمعنا معنا لي جيستيون ادمنستراتيف جمعنا لي بيتي دي موين انتربريز جمعنا هاد لا فيليير كاملين في قسم واحد وجدوى معانا قال لنا انا كنرغمكم انكم تخرجوا باش تكبروا المشكل. حنا كا اتوديون ديال دوزيام اني سوا لي اتوديون ديال بروميير اني حنا ما كنرضاوش بهذا الشيء. حنا من نهار تعرفت البي تي اس الخنساء وحنا كنكونوا حنا ديما هما لا كريم ديال لي بي تي اس ديما حنا هما لي تيتولير ديال لي بون مونسيون. حنا بغينا يكون عندنا دي كونديسيون اللي غنقراو فيهم بصحه وامان هادشي اللي بغينا. ما بغيناش شي حاجه دو غاف وما بغيناش شي حاجه دو امبوسيبل. كاينين دي صال في ليسي مولاي عبد الله اللي خاويين غير مستغلين. تبارك الله راه ليسي مولاي عبد الله راه كله كبير. هذا طرات هو من حقه كمدير انه يدير هاد ردة الفعل باش يحمي راسو ولكن كنطالبوا منكم انكم تحميونا حتى حنا كاتوديون ماشي من القول اللي غيحمينا. المدير ديال هذيك المؤسسه حما راسو باش انه ما طرش شي حاجه وسط المؤسسه هو اللي يتحاكم وهو اللي غادي يتسال. ولكن حتى حنا ديروا لنا دي كونديسيون وقوموا بنا كاتوديون. راه حنايا باش نقراو راه خاصنا دي كونديسيون بلا ما ندويو على لي فري دو ترونسبور لي فري دو فوتوكوبي اللي تحاول انهم يتمنعوا في ليستي مولاي عبد الله. سونتر دو كوبي ديالنا ديال ليستي مولاي عبد الله اللي كان كيوفر لنا بعض المستلزمات كون مولاي عبد الله جات فواحد لوندغوا اللي ما حداها حتى شي مرافق قدامنا ماكدونالدز. وانتم عارفين بلي بوفوار داشا ديال لي ستوديون اللي ما عندهمش اون بورس راه الا جيتو تحللوا هاد لي سوجي اللي كندويو عليهم راه كلهم اون كونتاكت راه كلهم كومبليمونتير. راه حنا بغينا دي بورس باش اننا نلقاو باش نتغداو باش نتوما حتى نتوما الا بغيتو تقولوا لينا ما تجلسوش في المدرسه راه حنا مستعدين. وفروا لينا الظروف باش اننا ما نجلسوش في المدرسه. ما قدامنا لا غيستو ما قدامنا لا مرفق قدامنا هذيك الجرده ديال ليرميتاج شحال من بنت اغريسات فيها. اليوم شنو بغيتو حنا بغينا يوفروا لينا لي بورس بغينا يوفروا لينا لي بورس ولي كونديسيون صالحه اننا نقراو. حنا نو سوم دي ستوديون اللي تيقرا عامين فيها واحد لو بروغرام كومبونسي ديال 5 سنين. يعني راه ما يمكنش تلقى ان لوريا بي تي اس راسو خاوي ما يمكنش تلقى ان لوريا بي تي اس اللي ناجح في اون مونسيون وغادي يضيع لك المغرب من بعد. حنا هازين مستعدين اننا نهزو بالوطن ديالنا. راه التربيه على المواطنه راه من نهار تزادينا وحنا تنقراوها وحنا مواطنين ونحب الوطن. حنا بغينا نزيدو بالمغرب القدام ما بغيناش نبقاو في هاد السيتوياسيون اللي حنا فيها. راه حنايا نو سومز ان بيي دون لا فوا دو ديفلوبمون. حنا بغينا نوليو ان بيي ديفلوبي راه بينا حنا باش غادي نتوصلوا راه بلا جونيس باش غادي نتوصلوا. حنا كناجدوكم باش توفروا لينا هاد المطالب اللي كنطالبوها منكم واللي راهم ديسپونيبل سواء عند لي زاكاديمي ديال شاك فيل سواء في لي ريزو سوسيو. راه كلشي ولا اكسيسيبل راه كلشي ولا كيعرف كلشي. بغينا توفروا لنا هاد المطالب باش نزيدوا بالمغرب القدام وباش نزيدوا حتى حنايا نديفلوبيو لا كارير ديالنا. راه ماشي كنديفلوبيو غير لا ناسيون ماشي كنديفلوبيو غير راسنا راه التغيير كيبدا منا حنا. راه حنا خاصنا نديرو ايد ونزيدو بالمغرب القدام. هادشي اللي حنا تنطالبو بما تنطالبو شي حاجه ديكزاجيري ولا شي حاجه دامبوسيبل. كنطالبو باي حاجه يقدر اي طالب يطالب بها. الله يخليكم سمعوا لينا ووفروا لينا هاد المطالب اللي ذكرتهم في دوران هاد الانترفيو واللي غنعاود نقولهم دابا. كنطالبو بدي بورس
généraliser la bourse à laquelle les étudiants reçoivent un étudiant qui a des parents riches ou soit un étudiant qui a des parents dans des conditions qui sont difficiles راه كتجينا صعوبه اننا نتنقلوا اننا نديروا فوتوكوبي راه عندنا دي بوليكوب راه بحالنا بحال لافاك راه لافاك يحط لك بوليكوب ديال فوتوكوبي ولا لا ولكن حنا دي بروف راه خاصك دير فوتوكوبي باش تدخل تقرا راه لي بروف ديالنا راه تيزيرونا باش نقراو وتا حنا اختارينا بي دي اس على قبل هاد الاختيار راه كان بامكاننا نمشيو نديروا لافاك ورداو باللي راه دين بيه العامه ديال الشعب ولكن حنا درنا بي تي اس باش ناخذوا ان ديبلوم دو تري بون كاليتي راه ابري من لا بري سيليكسيون الناس اللي كنتهزوا من الباك بون نوت وكيديروا واحد لا بري سيليكسيون كتجي وكتحط الباك ديالك وفي البي تي اس مثلا بي تي اس الخنساء راه معروفين بي تي اس الخنساء راه كيهزوا غير لا كريم دو لا كريم راه الا كان عندك واحد السلوك اللي ما كيحترمش اللي لا راه كيهد راه كيعطيوك انذار ملي كيعطيوك انذار ما وقفتيش به راه كتصافي كتسالي حيت اش بي تي اس دارت باش تخرج دي كادر دو كاليتي حنايا واخا الكراد ديالنا لونتربريز لو نسون با دي كادر مي راه حنايا اللي كنجاوبو داك لو بيزوان ديال لي بيتي دي موين اونتربريز اللي كيشكلوا لا ماجوريتي ديال لو مارشي دو طرافاي الله يخليكم موفروا لينا هادشي باش نزيدو بالمغرب القدام باش نديفلوبيو لا كارير ديالنا. صيفطتي شي مذكرات او طلبات للوزاره الوصيه ولا بيان سور عندي اون فوتوكوبي لا بغيتو تشوفوها بيان سور نتوما كلشي كطالبوا بنفس المطالب بنفس المطالب هذه هي الديليغي ديالنا شفناها عافاك حتى هذه القضيه ديال اذا كيف ما تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام هادو الناس ديال الاقسام التحضيريه والبي تي اس يعني لي بي ام او والجي ا والام سي كيطالبوا يعني بالولوج يعني الاجازه المهنيه ديالهم فوالا هاي مطالب ديالنا كشهاده شحن كطلبه ديال شهاده شحن اشنو تقدر تقول لنا ولدي الطلبه ديالنا بغينا زعما نتاحوا انت البي تي اس بي تي اس ديال لي كيندي ديفلوبمون سيستيم انفورماتيك حنا كطالبه كنطلبوا باش ندوسوا ليسونس بروفيسيونيل والسيكل دانجينيور اللي ولينا مقسمين بزاف هاي ديال لي بي تي اس عندي في التليفون فهمتي نقولوا كيهزوا غير ديك 25% في المغرب كامل دونك واحد ولا جوج في القاسم كيكون زعما اللي ولا شاد ليكول ما مشى بزاف من الدار الاولى عافاك علي صوتك باسكو ما تيتسبي الناس ما تيتسبي لايف في لو لايف وي برا عندهم بابي لا السلام عليكم بغينا غنوريكم هذه هي لائحه الطلبات ديال بي تي اس حنا درنا في بي تي اس خنساء حنا بغينا نطالبوا بزاف ديال الحوايج اللي منهم لا ليسونس بروفيسيونيل كنلقاو مشكل بزاف كما قالت لكم الدريه اللي معايا انا الفورماسيون زوينه الفورماسيون زوينه ديال انك تعلموا بزاف ديال الحوايج كنعتمدوا على راسنا كنقراو من 8 12 6 دونك حنا راضيين على هادشي ما عندناش مشكل عندنا مشكل واحد ميم سي كندوزو المشاكل كامله وكنضربوا تماره ما كنلقاوش كنديروا ليسونس بروفيسيونيل لا بورس ما كتعطاش كامله لصحاب بي تي اس يلا الانترنا ما كايناش عند صحاب بي تي اس عندنا كلاس بريباراتوار ميم سي ميم نفس الحاجه نفس الفورماسيون كلاس بريباراتوار بي تي اس ولا كلاس بريباراتوار الاخرين نفس الحاجه علاش هما دايرين لنا انترنا حنا عندنا بنادم كيجي من الرباط كيجي من باش من بزاف ديال البلايص وكيبقاو غادي جايين لا نافير حنا خصنا الانترنا خصنا لا بورس وخصنا لا ليس بروفيسيونيل يوجهوا له مايا يلقاو لنا دي ستاج حنا نقلبوا عليهم نعتمدوا على راسنا نقلبوا عليهم غير يعطيونا قيمه حيت ملي كدي ليهم هذه راه الورقه ديال بي تي اس راه ما كيتقبلوهاش من عندنا وحنا عندنا غير 15 يوم ستاج خصنا 30 يوم دونك اخر حاجه تقدر تقول لنا غير ان اكزومبل ديالك غير ان اكزومبل ديال المراسله اللي قمنا بها المديرة الأكاديمية مديرة ديال الأكاديمية المديرة الإقليمية اللي خدات القرار ديال أننا نمشيو للبي تي اس في ليسي مولاي عبد الله صيفطنا لها سلام تام بوجود مولانا الإمام نحن ممثلي طلبة شهادة التقني العادي التابعة للثانوية التأهيلية الخنساء والذي تم إلحاقنا جبرا للثانوية التأهيلية الأمير مولاي عبد الله نخبركم بأننا نتعرض للسرقة والاعتداء في مرات شتى بباب المؤسسة وخارجها ونظرا لبعد مواقع سكننا فإننا نضطر للبقاء بمحاط هذه المؤسسة لهذا نلتمس من سيادتكم أخذ بعين الاعتبار ما سبق وتلبية مطالبنا المتمثلة في النهايات السماح للطلبة بالبقاء داخل المؤسسة من الساعة 12:30 إلى الساعة 2:30
وتوفير قاعتين لكل من السنة الأولى والثانية خلال هذه الساعتين بحضور مؤثر مع تقنيات ديال الديليغي ديال شكل. وفاش قدمتي هذه المذكرة؟ واش كان شي استجابة لهذا الشيء؟ هذه المذكرة قدمناها نهار 3 دو نوفمبر، سمح لنا بالبقاء نهار الخميس 4 نوفمبر. جات موراها العطلة، جلسنا إن سومين، دازت لا دوزيام سومين لو ماردي ديالها، لو ماردي ديال هذيك لا سومين الثانية جاتنا المدير مع الحراس كي قلت لكم قبيله وخرجونا في الشتاء. تعرضنا لواحد الصدمه اللي كلشي ولا كيبكي، الناس اللي قراب ولاو كيبكيو باش انك انت جالس كتاكل في البرد ويخرجك للشتاء، راه هادشي عيب. قلنا لهم ديرونا كخواتاتكم كبناتكم كمواتكم وشوفوا من حالنا، خليونا نبقاو غير اليوم ونشوفوا حل. قالوا لينا لا، او بالمساعده ديال لي بروف ديالنا لي زونكادرون ديالنا دواو مع المدير وخلانا نبقاو. مي لحد الان باقي ما عندنا حتى شي رد من عند المديريه. دونك نتوما هذه المذكره الثانيه خصكم ترفعوها للوزاره الوصيه. حنا كنحاولوا كي قلت لك قبيله نتبعوا ليغارشي، طلعنا الاكبر ايغارشي اللي نقدروا حنا كطلبه ندويو معها اللي هي لاكاديمي ريجيونال. جينا اليوم ماشي غير بهذه المطالب، حنا كبي تي اس خنساء نسون ان كا اكسبسيونيل عندنا هذا المشكل، ولكن هادشي ما كينكرش اننا راه ما عندناش دي بورس. كانوا عندنا دي بورس كون لقينا فين نمشيو نتغداو كون ماكدو كنا نقدروا ندخلوا نكونسوميو فيه. ماكدو راه سيتان بوين دو فونت، راه حتى هو كيكوميرسياليز، ولكن باش تدخل عنده انت وما تكونسوميش وتجلس راه من حقه يقول لك خرج، من حقه يقول لك خرج. حنا تنقولوا ليهم وفروا لينا دي بورس باش حنا نقدروا نوفروا داكشي اللي غادي يسمح لينا باننا نقراو، وفروا لينا الاحياء الجامعيه، وفروا لنا دي غيستو اي دي بوفات. الا كانت عندنا اون بوفات راه ما غاديش نخرجوا، الا كان عندنا ان غيستو راه ما غاديش نخرجوا نشريو الماكله. حنا مستعدين اننا نكوتيزيو، حيت الغيستو سوا في الانترنت ديال بريبا سوا في اي بلاصه راه كيكوتيزيو. حنا مستعدين نكوتيزيو، ولكن وفروا لنا هاد الظروف. حنا راه ما باغينش نديروا المشاكل، ما باغيش نديروا الشغب، حنا راه باغيين نقراو وبغينا نزيدوا بالمغرب القدام. هادشي اللي تنحاول نقولو تنعاود نقولو من البدايه ديال هاد البث، وشكرا على الاستماع ديالكم. إذن مشاهدينا الكرام كيف ما سمعتوا كانوا هادو الطلبة ديال البي تي اس والأقسام التحضيرية اللي كيطالبوا يعني كيف ما شفتوا هادو كانت المطالب ديالهم هو فتح مجال لطلبة البي تي اس من أجل الإجازة المهنية، صرف المنحة الجامعية والتعميم ديالها، وتوفير الأحياء الجامعية والداخلية مجانا لجميع الطلبة، ومنح بطاقة الطالب لجميع طلبة الأقسام التحضيرية لشهادة التقني العالي، وتوفير جميع الوسائل التطبيقية واللوازم، وتوفير الدورات التدريبية، وفتح باب خاص لصالح الطلبة بالمؤسسة، وتوفير التأمين لجميع الطلبة من أجل الدورات التدريبية. نحن في نضال ستحقوا المطالب، نحن في نضال مستمر إلى آخر نفس لبيو طلبات ديالنا. إذن مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر، وكنتمناو يعني تكون أذان صاغية لهاد الطلبة هادو. أكيد الوزارة الوصية. الوزير التعليم لأن نحن ما تابعناش. لأن الأكاديمي ما عندهاش دخل في هذا الشيء. حنا جينا ما بغينا المشاكل، ما بغينا لا الشغب، حنا الطلب ديالنا هو أننا ندمجوا الإجازة المهنية. وما علمت ما علمونا ما والو، فهمتيني؟ فرص سواسيه مع المدارس الاخرين اللي كيكتشيو. وحنا كنعرفوا انك تخرج بواحد القرار كتعلم واحد القرار كتعلم اشنو غادي يعلموكم. ماشي بين ليله وضحاها حتى كنلقاو تلاميذ مساكن ناجحين وكيسحبوهم من الكونكور. علاش يتسحبوا؟ علاش ياخذوا ديبلوم في ديك دو زون؟ افون واش ديجا كان هاد القضيه ديال خاصكم لا كورونا بالنسبه ل 2020 في بريود ديال الكورونا دراري انا نعاودك المشكله شي اكزاكتومون. اجي حسن عفاك، الطلبه ديال البي تي اس والطلبه ديال لو اس تي والطلبه ديال الانسان ديال المغرب كامل ترشحوا لي كونكور من اجل المدارس العليا، والبي تي اس تم الاقصاء ديالهم والسحب ديالهم، وانا كنقولها مسؤول عليها، تم السحب ديالهم بشكل مفاجئ من غير مبرر من غير حتى شي حاجه. وعلاش لو ستي تقبلوا الطلبه؟ واش هذه انا سؤال لي انا غنقول سؤال واحد، علاش يتسحبوا؟ هذا هو الجواب ديالو. بغينا الوزاره تخرج معنا شي جواب، علاش ما عرفناش السبب. وموات تعرف شي قرار، حنا الشفاء الغليل ديالنا نعرفوا شنو واقع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذن مشاهدينا الكرام كنتوا معنا في بث مباشر من امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين كنكتفيو بهذا القدر، وكنقول لكم الى مباشر اخر باذن الله.